ايش علق المسجل صح زانك انا يا الربع قررت قرار انا دخلت هنا وصوتي مو هو بذاك الزود انا حاط في راسي اني ماني بطالع من هنا الا وانا منشد ما شاء الله مره باذن الله بطلع وصوتي زي باذن الله انا وبعد انا وهزازي طلبنا من الموقع بس موصل للحين وش طلبت طالبين صوت صوت زين صوت زين ما عليه طلع ربي يطوفه لا صدق انت قلت دخلت ودي يصير اطلع صوتي زين انا دخلت ودي صراحه اجرب محمد واجرب التمثيل البيه سمعنا طيب يمكن اسمعكم سمعنا بس حطون الصدق ما شاء الله تبارك الله ايش اعطيكم الخالد اي شيء هذا عبد الرحمن ايوه يلا بس ولا شيلات ولا ايش تبون لا لا ترى ما يطلبون المستمعين موجود الشيء اللي انت مبدع فيه هل انت والله ما الابداع ماني مبدع في شيء لكن يقول خبروه اني على وصله حيت وانت فارقنا ترى موتي دنا لحبيب يوم روح ما سليت لا ون بس قل لي نفسي ها يا الرب قل بس ها قل بس نفسي كم تقييمك لصوتي كلكم من كم من عشرة؟ من عشرة؟ ايوه انت وقت تقييم ستة من عشرة بدون مجاملة ستة بدون مجاملة كبداية ستة كبداية من عشرة شو عني بزينه مع الوقت خمسة من عشرة خمسة؟ جعلك القوم كان حطني كبداية لا انت قلت تبغى تقييم خلاص لا صح 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 سبعة سبعة عشرة مجرم مجامل حي والله ذا العيب لا ما مجامل حي والله ذا العيب عشان اغنية عشان اغنية يا الربع بعلمكم بشيء اسمع حاولت وادرى مني وعرف مني الرجال يا طوال العمار اللي ما جاله في مكان بس شغله مو مثل اللي مثلي صوته شين ما فيني حيله لما قام الصبي البزر ثم قالوا قم اقصد ثم جلسوه مجالس الرجال ثم صار عنده جرأه ثم صح. تعلم مع الرجاجيل وصار خلاص ما عاد يضيق حتى تشوف يحضر على المحافل ويتكلم وما يضيق خلاص لانه متعود هم بعض الشيبان لما شافك وانت كذا كبير قال سايا صبي اسكت قعد هنا والله خلاص ثم شخصيته كذا لما طلع عند المحضر بلين صلوا على النبي ما طاعك حتى تتكلم ولا تجاوب هذا ينكبت يصير ما عنده دافع معنوي والله انا ترى اوضح لكم الشيء تدري شو يجعلني بدك اوضح الشيء تدري وشو اني لما قدني اغني عززوا لي قول عز الله عن صوتك بهلا اذا قلت لنا ما فاهم كلنا ابو انا قال لنا ايش هو لو انه قال لنا من بدري كان اعطانا سمعنا صوتك سمعنا صوتك سمعنا مبارك انا بعد يبي يرد فيك انا قال قبل هذه قلنا ناخذ قضاء قبل يرد عره قبلها يوم تقول انت للجمهور ذا لو ترجع في الدراسه المدرسه انهم كانوا يعلمونا في الاذاعه صح نعم انك تطلع ذا كل ما قالوا اذاعه ترتبك ايوه تجافل صح اي والله زين اجيب لي خمس هل تعلم اذكر منها كلمتين والباقي مع تفتف انا كنت مع جماعه الموهوبين في الابتدائي طراها كنت في الاذاعه تظهر ايوه واضح واضح فاسر يقولوا الاذاعه بنفسي هل تعلم مع الطالب فلان فلاني هل تعلم هل تعلم انا مقدم